بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن نوع فصيلة من فصائل المخلوقات الإسفنجية التي تعيش يعني على شواطئ البحر مثل ما تلاحظون. أخذت هذه العينة من شاطئ جزر القمر، وشفت أنواع من الميكروبات والطفيليات التي تعيش داخل هذه العينة. ممكن تلقى فطريات وبكتيريا وأحادي الخلية، وأيضا يرقات مجهرية تعيش داخل هذا المخلوق. طبعا هذا مخلوق حي، لو مثلا زرعته في مثلا منطقة ممكن يعيش ويرجع يعيش ويتكاثر ويعني يتجدد من جديد. طبعا هذه العينة عمرها لا يقل عن سنة كاملة من أخذتها ودرستها، ويوجد لا يقل عن 4000 فصيلة من هذه الفصائل الإسفنجية. وأنا أنصحكم يعني دراسة الإسفنج والمخلوقات البحرية والتي تعيش يعني على الشواطئ وداخل البحر أيضا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.